السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ منورين. النهاردة هما مقررين إن أنا يتحدوني في الأندومي، وأنا أول مرة أكله في حياتي، ما أكلتش الأندومي ده قبل كده، وأندومي حار حار نار. فطبعا أنا إيه قلت لهم هحاول إن أنا أتحداكم، لو عجبني هاكل، ما عجبنيش هخسر. والتحدي ده يا جماعة على 200 درهم 200 درهم أهي، اللي هيكسب فيكم هياخد ايه 200 درهم. شجعوني يا جماعه. سلمي على الناس وسلم على الناس يا استاذ عبد الرحمن. حطوا لايك، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس. يلا توكلنا على الله نبدا التحدي يا جماعه. خليكم معانا يا استاذ عبد الرحمن، انا هقص لك عشان ايه نشوف الشطه النار دي. حط لك كل حاجه اهو. الله اكبر الله اكبر. عبد الرحمن هياكل ده ازاي؟ الله اكبر. طب بصل ده ولا ايه؟ توابل. استنى يا عبد الرحمن. واو ريحه الشط طلعت. انا مش هاكله ازاي؟ طعمه حلو عبد الرحمن الاندومي ده. عامل بتاع عامل بتاعنا فين ده؟ فين بتاع بتاعنا ايه ده؟ انت هتسلخه والله. عامل بتاعنا بقى يا جماعه، يا جماعه اللي هيجرب الاندومي ده والله هيصرخ. هيصرخ. مش انت اللي عملت تقول انا شجاع وانا قوي؟ اما نشوف بقى. هو انت اللي حطيت التوابل وما حطيتش الشطه؟ ما هو اهو زيك بالظبط. خدي قصيها يا حبيبتي بالنص اهو. زيك بالظبط. الله اكبر. ده صوص اسود. انا عارف ده اصلا، ده شكلها اروح المستشفى النهارده، ربنا يستر. ده احنا هنتجنن. طبعا انا متحدي معاهم يعني اطباق صغيره يعني، فاهمني؟ فطبعا لو انا بحب الاندومي ده كنت جبت كبير، كميات كبيره يعني. فانا هجربه. لو الموضوع حلو بالنسبه لي يا رب ياكل، عشان هنخش بقى في كميات كبيره عشان اجيب لك اندومي. ماشي. انا الشطه عندي زياده، شوف عامله ازاي. انت بتاعتك مش متقلبه قوي، استنى مقلبها لك كويس لان الشطه ركزه تحت، شايف؟ يا جماعه جهزنا الحليب علشان نهدي الشطه شويه، لان الريحه اصلا احنا خايفين ناكل لحد دلوقتي. خليكم معانا وربنا يستر علينا وادعوا لنا يا جماعه. يلا يا ولاد بسم الله. يا نهار ابيض، حامي جدا يا جماعه. انت هتقدروا تكملوا ازاي؟ اللي مش هيقدر يكمل يقوم. انت عليك دمعت، هتقدر تكمل؟ شويه. هتكملي يا جودي؟ يا سواد يا سواد، ان الناس اللي بتعمل التحدي ده ازاي بيستحمله؟ الواحد لما ياكل بس يعني يكون لذيذ، بعدين لما تاكله شويه تحس بالحرقان. لو مش قادر اقوم، مش قادر اقوم، انا نفسي هنسحب شكلي كده. هي مش عايزه تقطع ليه؟ ايه ده؟ يا نهار ابيض. خلصته؟ قوم بقى انسحب. عبد الرحمن يا جماعه انسحب، مخلص الحليب كله. ده يجري. في تحدي لسه. يا نهار ابيض. انسحبي انسحبي يا جماعه. وبصراحه تحدي صعب. عبد الرحمن بيصوت من الشطه، وجودي بتدمع.
وهم ينسحبوا. انت خلص يلا كملي كملي. انت خلصتي كله. هي حرة بقى. ما انا هخلص برضه. تكسب يا جماعة. تكسب بابا. تكسب. طب اشرب اللبن. ده بتعيط. بص الدموع. يا سواد. جود كسبتنا يا جماعة. مبروك عليك يا جود اللي تندر. بصراحة يا جماعة صعب. انا يا كبير والله مش عارف استحمله. بس انا هاكله يعني. هاكله من غير توابل ولا شطه. انتم اصلا يعني اندوبي ما عندوش دم. انت مكمل؟ انت مكمل يا ابني؟ انت مكمل زي ما انسحبت يا جماعه. جودي هي اللي كسبت. انا ما قدرتش اكمل بصراحه. صعب. وهي منهاره من ساعتها. وعبد الرحمن عمال يصوت زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة تحدي صعب والله. احنا اول مرة نجربه واخر مرة. ما تنسوش يا جماعة تحطوا لنا لايك. حطوا لجودي لايك. شجعوا جودي. انا هاكله يا جماعة. علشان المرة الجاية نعمل تحدي بقى اندومي من غير شطة. الشطة دي نار. نعمل كمية كبيرة مفيش مشاكل. وطعمه مش وحش. بس الشطة صعبة. صعبة. انا كبير. مش هستحمل. هي خلاص كنت انا بطلة. والله من شويه كانت بتتنطط. والله من شويه كانت عماله تتنطط قدامي. والله جت على نفسها يعني. الاستاذ عبد الرحمن كان عمال يصوت حاجه غريبه يعني. هشرب كل. انا ممكن ما اكملهم بس طبعا الفيديو كده نختمه على كده يا جماعه. وما تنسوش تحطوا لنا اللايك. شجعونا علشان نكبر بيكم. ومع السلامه. يلا قولوا لهم مع السلامه. مع السلامه.